انتما هادو اللي ما داويتهمش. يعني الباطي غالي والفرجة تتعدى علينا، ولكن كل حاجة تدي رزقها. ها هي الفرجة مسخوت الوالدين. دابا هادو باقي نقيين وديك لهم هادي الشيء. ها هو تحرقوا بحال هاد الشكل هذا، هاديك الزيوت شوية هذا راه الريحة ديالو تتجلي هكا فوق الصنادق، تتحط عليه صندوق اخر تتهنى. السلام عليكم الاخوان والاخوات، اخواننا النحله، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. باش نتفاداو هاد مسخوط الوالدين هادي، تدير الشيح، الشيح بين الطاجات وبين الصنادق. هو كما تشوفوا معنا الشيح والمنافع ديالو والريحه اللي فيه، يعني هادي تتمنع الحشره انها تكثر، وديك الفراشة تتهرب. لكن ما شفتو راه حطيتها هادو، راه قلبتهم كاملين وما لقيتش فيهم هذيك الصوفة ديالها. راه كما شمت الريحة ديال الشيح راه خرجت، ها هي تتقلب فين تمشي، ولكن انا غادي نقتلها. هادشي اللي كاين اخوان في هاد المقطع هذا، وهاد الفراشة هادي راكم عارفين الاضرار ديالها على الاطارات وعلى الصندق. هادشي اللي كاين الاخوان، يعني ماشي انتما هادو اللي ما داويتهمش. يعني الباطي غالي والفرجة تتعدى علينا، ولكن كل حاجة تدي رزقها. ها هي الفرجة مسخوت الوالدين. بكذا غادي نكونو غادي نتفاداو هاد الفراشة هادي، يعني بلا ما تستعمل الدواء في الصيف، يعني تدي لهم الشيح تتهنى من شي حاجة سميتها الفراشة. يعني هادشي بالتجربة الإخوان، وراني دابا خدام و تنقاد هادشي. يلا ساليت ليه، عزلت الكوادر اللي فيهم هي الشمعة هما، واللي ضربات لهم الفراشة ها هما. دابا هادو باقي نقيين وديك لهم هادي الشيح ها هو، تحرقوا بحال هاد الشكل هذا، هاديك الزيوت شويه هذا راه الريحه ديالو تتجلي هكا فوق الصنادق، تتحط عليه صندوق اخر تتهنى. هاد الشيء اللي كاين الاخوان في هاد الفيديو، اللي اول مره تيشوف لاشين ديالنا واللي تيشوف الفيديو ما تبخش علينا بشي جيم وشي كومونتير زوين محفز ان شاء الله باذن الله. باش الا كانت تاني هاد الهوايه عجبتكم قولوها ليا، نبقى ندير لكم فيديوهات. ولا ما عجبتكم نبقى في الدومين ديالي ديال الطويرات. وهادشي اللي كاين الاخوان، وشكرا بزاف. واللي اول مره غادي يشوف القناه يشترك عندنا ويفعل داك الجرس.